أعظم فجيعة حلت بالبشرية هي فجيعة فقد خاتم الأنبياء. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، الإمام يخاطب الراوي ويقول له: إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط. أعظم فجيعة حلت بالبشرية هي فجيعة فقد خاتم الأنبياء، هذا الوجود المعطاء. فقد مثل هذا الوجود أعظم مصيبة حلت بالبشرية على الإطلاق، مو البشرية فقط، لاحظوا، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط، مو البشرية فقط، الملائكة لم يصابوا بمصيبة كمصيبتهم بفقد خاتم الأنبياء. الموجودات كلها، الخلائق كما يقول العلماء جمع محلى بأل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمزيد من الاستفادة من هذا الوجود الذي هو وجود خير وعطاء وبركة، ونعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الفاجعة العظيمة.